والغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفقنا الله سبحانه وتعالى ما يحبه ويرضى الحمد لله الحمد الكثير الطيب المبارك فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء من شيء بعد. اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا في هذه القربة من رياض الجنة واختارنا من بين كثير من خلقه فجمعنا عليه في بيت من بيوته المباركة. الحمد لله الذي وفقنا في تلاوة كتابه وتحفيظ أبناءنا إياه. الحمد لله الذي وفقنا ووفق المؤمنين آباء وأمهات وإخوة وأخوات إلى تشجيع محافظة كتاب الله على حفظه وتلاوته. لهذه الأمسية المباركة أيها الإخوة والأخوات أحببنا أن يقطف أبناؤنا المجتهدون في حفظة كتاب الله ثمار جهوده طيلة السنة بعد كل ما بذلوه من جهد ومواظبة على الحضور في هذه الأمسية المباركة. أيها الإخوة والأخوات اقتصرنا على تشجيع فئة الذكور، وأما فئة الإناث فإن احتفالهم سيتم تحت إشراف معلمات القرآن في الوقت الذي يرونه مناسبا لذلك. ونحن بفضل الله عز وجل خصصنا لهم مبلغ يعني واحترام يليق بفضيلته، ونحن بهذا نكون قد أكملنا ما بدأه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من سلفنا ومن جاء بعده من سلفنا الصالح ومن بعدهم أجدادنا رضوان الله عليهم الذين كانوا دائما يسهرون على الحفاظ على كتاب الله عز وجل. يعني كان نشوف احنا شيلياتنا وجدودنا في وقت الاستعمار الفرنسي يعني سفراء وكانوا مضطهدين، بالرغم من ذلك كانوا يحفظوا القرآن أبناء، كانوا يحفظوا القرآن تحت الأرض. نعم، شوفوا سبحان الله رب العالمين كيف يحفظ الكتاب تاعه. الحمد لله ربي جزيل خير الجزاء، والحمد لله ما زالوا الناس إلى اليوم اللي فيهم الخير، الناس اللي راهم يساهموا في كل مرة يعني بشكل عجيب. وهذه المرة يعني الحمد لله جمعنا 30 مليون، يعني الحمد لله هذه قفزة نوعية بمقارنة مع العام اللي فات جمعنا 17 مليون، وهذا يدل على الخير في هذه الأمة ما زال. فالحمد لله وهذا الناس ربي فرحهم كما فرحوا الصغار في هذه الليلة. ربي فرحهم وربي يبارك لهم في أمورهم وربي يحفظهم ويحفظ أولادهم ويحفظ ذرياتهم حتى اللي ما سموش. أكيد 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 جميع الحضور عندهم حرقة على هذا الدين، عندهم حرقة غيرة على هذا القرآن. أكيد ما كاينش واحد فينا اليوم في هذه اللحظة ما عندوش حرقة وما عندوش غيرة. فبارك الله فيكم جميعا وربي يحفظكم جميعا على كل حال. وفي الحقيقة كما قال رسول الله عليه وسلم في الحديث القدسي يعني هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني هذه الأقمار المضيئة بين يدي
إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيخيم هاشم. فكما أدخلوا السرور على الأبناء كما أفرحوا هؤلاء الصغار، صلى الله عز وجل يفرحهم يوم العرض وتحت الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي وفقنا ووفقهم ووفق الجميع للقيام بهذا الدور. وفي الحقيقة أيها الإخوة، إحنا ما بين التشهد الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا تنابزوا بلا القاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بسم الله. وهكذا أيها الأخوة، نكون قد أنهينا هذه الجلسة المباركة، هذه الاحتفال المبارك الطيب.